مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة النهار. اليوم كلنا بنشتكي اليومين دول من البرد، أكيد طبعا مفيش حد فينا مش بيتمنى اليومين دول يعدوا على خير، لكن في ناس كتير في العديد من القرى ومحافظات مصر بتعاني بجد، والأيام دي مش شايفين ولا حاسين بأي خير. الحقيقة هم مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة مش لاقيين حق أنبوبة البوتاجاز. أزمة أقل ما توصف به إن هي أزمة طاحنة. اتهامات شديدة لتجار السوق السوداء اللي وصلوا الأسعار ل 50 و60 و100 جنيه للأنبوبة الواحدة. طبعا ده إذا حضرتك أصلا قدرت تلاقيها. وعود حكومية بتوفير حلول في أسرع وقت. رئيس الوزارة بيتابع الأزمة لحظة بلحظة مع الوزراء المعنيين اللي هم التنمية المحلية والبترول والتموين. خليكم معانا بعد الفاصل علشان نتعرف بالتفصيل على ملامح هذه الأزمة وأسبابها في رأيك بصوتك. النهاردة هنحاسب كل مقصر في حقوق الغلابة، ونتعرف مع بعض على الحلول اللي الحكومة شغالة عليها علشان تحل أزمة الأنابيب. كمان خلال الحلقة هنتكلم عن الوقود كسلاح استراتيجي في إيد الدول. طب ماذا عن مصر؟ هل إنه علينا نشجع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال؟ هل الحكومة بتعمل بجدية على هذا الملف؟ هنناقش كل ده مع حضراتكم في حلقة النهاردة، بس قبل الفاصل خلونا نفكركم بالأسئلة اللي طرحناها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. هل تواجه مشكلة في الحصول على أنبوبة البوتاجاز وسعرها وصل لكام؟ ما سبب ظهور أزمة الأنابيب خصوصاً الأيام دي؟ يعني اشمعنى ظهرت دلوقتي؟ وهل يتخذ المسؤولون من وجهة نظركم التدابير اللازمة للقضاء على السوق السوداء؟ السوق السوداء مشكلتنا دايماً، السوق السوداء يبيعوا الأنبوبة ب50 وتوصل لحد 100، ده افتراء. خلينا نشوفكم بعد الفاصل. تانية قبل الفاصل قلنا أنه رئيس الوزراء بيتابع بنفسه الأزمة، وكلف الوزراء المعنيين بالأزمة بسرعة حلها، وبالتالي اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية كلف المحافظين أن هم يمروا على مستودعات الغاز ويحددوا الأماكن اللي بتشهد أزمات في المحافظات لضخ كميات إضافية من أنابيب البوتاجاز فيها ومنع احتكار التجار. لكن يا ترى الوضع عامل ازاي دلوقتي على الأرض؟ خلينا نشوف ده في التقرير اللي معانا ونرجع فورا لحضراتكم. السولار يعد سلعة استراتيجية لرخص سعره ولتعدد مناحي استخدامه، فالصناعات الكبرى تعتمد على السولار، السفن تسير به، ملايين السيارات، ماكينات الري. ولأهميته كان ورقة لعب بين الساسة وأصحاب المال فترة التحولات السياسية التي مرت بها مصر في السنوات ال4 الماضية، مما أحدث أزمة كبرى أثرت على الاقتصاد المصري وعلى المجتمع أيضا بشكل ملحوظ. يلتهم السولار نحو 50% من دعم المنتجات البترولية، حيث يقدر إنتاج مصر من السولار بنحو 6.5 مليون طن سنويا، بينما تبلغ قيمة الاستهلاك نحو 12 مليون طن، بفارق يصل ل5.5 مليون طن يتم استيرادها لسد العجز. ومع استقرار الوضع في مصر سياسيا كان لابد من الانتباه لأهمية هذه السلعة والعمل على تأمينها، رجال أعمال مصريون حرصوا على ذلك وأعدوا بالفعل دراسة لإنشاء أكبر معمل لتكرير وإنتاج السولار باستثمارات تبلغ 3.7 مليار دولار، وتقرر أن تسلم الشركة كامل إنتاجها الذي من المقدر أن يتراوح بين 100 و 120 ألف برميل سنويا للهيئة العامة للبترول، ليوفر ما يقرب من 60% من احتياجات السوق المحلية بتكلفة 2.1 مليار جنيه سنويا. ابتداء من شهر 7 السنة دي إن شاء الله تدريجيا هننقل المعدات دي بحيث إن هي تتركب. مرحلة التركيب زي ما حضرتك قلت قبل كده، مشكلة إنك أوصل الحاجة من هنا لمستورد محتاجة تصاريح ومحتاج موافقات ومحتاج تنظيم، عشان طبعا المسار بتاع الطريق مهم جدا آخد عليه موافقة قبل ما ابتدي أنقل الحاجة. فإحنا شغالين دلوقتي في الموضوع ده، وبحيث إن شاء الله في خلال 6 شهور تقريبا من دلوقتي يكون معانا التصاريح اللازمة. هذا المشروع سينتج بعد انتهائه حوالي 12,500 طن يوميا من النفط. سيقلل هذا من استيراد مصر من النفط بمقدار النصف، كما سيساعد الاقتصاد المصري على النهوض. في نفس الوقت سنوظف 12,000 من المصريين خلال فترة الإنشاءات. سيساعد هذا على دعم الاقتصاد المصري أيضا، وسنبذل قصارى جهدنا لإنجاز المشروع على الوجه الأكمل. تم الانتهاء من 59% من أعمال التوريدات بترسية المعدات الثقيلة والرئيسية بميناء الأدبية بالسويس، ويقدر ثمن هذه المعدات ب230 مليون دولار. سوف يتم نقلها إلى مقر الشركة المصرية للتكرير بمسترد في يوليو القادم، لتبدأ الشركة إنتاجها الفعلي يناير 2017. هذه المعدات هي الأضخم من نوعها، تدخل مصر للمرة الأولى، ومن المتوقع أنه عندما يقام هذا المصنع بهذه المعدات أنه سوف يوفر نحو 50% من احتياج السوق المحلي من السولار بحلول عام 2017. رجال أعمال ومستثمرون حاولوا إيجاد حل قد يكون في صالح الاقتصاد المصري لتأمين تلك السلعة الاستراتيجية. أحمد عبد الرازق، تلفزيون النهار. والله يعني مشروع زي ده بارقة أمل، مهم جدا ان احنا نشوفه، ومهم جدا ان احنا نقف على تفاصيله ونشوف ممكن يوصلنا لحد فين، لانه بيقولوا ان هو يعني هينهض بالاقتصاد المصري، ودي حاجة مهمة محتاجينها جدا. ممكن يحل كتير من أزمة الطاقة، لأنه هيؤدي إلى توفير حوالي 1200 طن يوميا من النفط، وده هيقلل استيراد مصر من النفط للنص. يعني كمان يضخ سولار، وكل الحاجات دي مهمة جدا علشان نقدر إن احنا نحل أزمة زي اللي بنمر بيها اليومين دول، اللي هي أزمة أنابيب البوتاجاز. خلينا نتكلم مع دكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، علشان يكلمنا أكتر عن تفاصيل هذا المشروع. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور، أولا شايف أزمة أنابيب البوتاجاز إزاي، وتعلق وتقول إيه على المشروع اللي لسه حالا شايفين الكلام عنه دلوقتي؟ أولا أزمة البوتاجاز دي أزمة بتحصل كل سنة في هذه السنة، وهي وقت الفترة الشتوية. ده نمرة واحد. إلا أن وزارة البترول الحالية حقيقة كانت واخدة كل الاحتياطيات لتأمين احتياجات البلاد. لما أقول لك تاخد احتياطات يعني تأمن المصادر لتوفير المنتج، تأمن التخزين، وتأمن وسائل. اللي حصل طبعا وسائل التخزين اللي عندنا كبرها قوي إنها تحط رصيد 7 أيام. اللي حصل الظروف الجوية للمراكب اللي بنى احتياجاتنا من البوتاجاز اللي بنستورد نص احتياجاتنا منه، حصل لها مشاكل، وخاصة معظم هذا الغاز جاي من الخليج. ولما نتكلم على الغاز عشان الناس ما يفترضش عليها الأمر، وهو البوتاجاز، لأن في فرق. احنا هنستورد إن شاء الله غاز طبيعي، وده موضوع تاني، وبنستورد بوتاجاز، وجرى مجازا نقول عليه بوتاجاز. تمام. غاز، هو مش غاز، هو سائل. كويس؟ فالمراكب دي تعطلت اولا من المشاكل. يعني تقصد حضرتك انه سوء الاحوال الجويه اللي بلدنا بتمر بيها اليومين دول ادت الى تعطل السفن الناقله للسولار وللغاز وللحاجات اللي هي بتبقى مهمه للانابيب، يعني عشان كده حصلت الازمه. نمره واحد ان المراكب وهي جايه في الجو في البحر، المشاكل الجو، مشاكل التأمين من العبور قدام ليبيا، مشاكل دخول المينا في اسكندرية، ومشاكل سرعة الرياح، ناهيكي بقى عن لما وصلت توصل هذه الكميات تتفرغيها بتنقلي جزء منها كبير الى محطات التعبئه بعربيات، وسيادتك عارفه اللي حصل في اسكندريه وفي بعض مناطق الدلتا من انسداد الطرق ومن المطر ومن السيول. دي ادت المشكله الحاليه، عشان بس نقول فيها مفيش مشكله مفيش عجز، بس بيحصل ايه؟ ان مجرد ما بيحصل نقص يوم ربع يوم في بعض الناس المستغلين بيستفيدوا وبيزودوا البلبله علشان تتخلق سوق سوداء بيكسبوا غنى، وده كان العرف اللي جاري في السنوات السابقه. طيب نتكلم بقى عن المشروع اللي احنا شفناه دلوقتي يا دكتور، لانه المشروع اللي احنا شفناه دلوقتي شفنا التقرير اللي بيتكلم بخصوصه. المشروع ده هينهض بالاقتصاد المصري، هيوفر كتير من السولار والغاز، كلمنا عنه. المشروع ده مشروع احنا تاخرنا فيه جامد قوي ومتاخرين في 10 زيه في المعامل التكرير الاخرى. خلاص هذا المشروع يعتبر مثال كيف البيروقراطيه المصريه تعطل اي مستثمر يفكر يجي يستثمر في مصر، ولازم تدرس هذه الحاله بجديه. هذا المشروع اضافه لاقتصاد مصر وتجنبنا الازمات اللي بنحصل فيها، سواء في ماده السولار او في ماده البوتاجاز او في ماده النفطه اللي هي اصل ماده البنزين. المعوقات اللي واجهت المشروع ده مشروع من طريقه اسلوبه او عمله من نوع جديد في مصر. الحكومه عندها معامل تكرير قديمه متهالكه بتسخن البترول تطلع منه مواد بتروليه. المعامل الحديثه النهارده بتدخلي وحدات فصل اضافيه او وحدات تكسير بالهيدروجين، كويس، بتاخد المازوت اللي هو عديم القيمه والذي يسبب مشاكل في الجو وبتكسريه بالهيدروجين وتطلعي منه ماء سولار وطلع منه بوتاجاز. المشروع فنيا مجدي لمصر جدا جدا، اقتصاديا مجدي لمصر، لكن الصعاب اللي واجهت المشروع ده دي تدرس في الجامعه ازاي تعطلوا ازاي تطفش مستثمر في مصر. ارجو ان قانون الاستثمار الجديد اللي ماشيين فيه، الفكره مش في القوانين ولا في اللوائح التنفيذيه، الفكره في اليات تنفيذ هذه القوانين وفي نوعيه الانسان اللي قاعد بينفذ القانون، لان انا اقدر ابقى قدامي قانون احلل الحرام وحرم الحلال. انا بقول انا كمصري وعملت في الحكومه المصريه لمده لا يا فندم، لازم اذا كان الوضع بهذا الشكل يبقى يجب ان يتم اعاده النظر في الناس اللي المنوط بها ان هي تقوم باليات تنفيذ هذه القوانين. يعني احنا مش عايزين نتجمد زي البرد، ما هو زي ما الجو حوالينا بهذا الشكل. المشكله مش في القوانين حضرتك، المشكله مش في القوانين، في الناس اللي بتقوم بالتنفيذ. الظروف اللي مرت فيها بلدنا الفتره اللي فاتت والعمليات اللي حصلت بعد اول الثوره ب 25 يناير والتقبيض على ناس كتير قوي ليس لهم اي داعي باي شيء، ومجرد بس عشان يهدوا الشعب مسكوا ناس كانوا ناس شرفاء، خلى كل شريف في مصر النهارده في اي جهه حكوميه. انا ما بتكلمش على البترول، انا بتعامل انا اول حاجه قلت انا رئيس لجنه الطاقه، انا رئيس غرفه البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصريه. خلاص انا في حكم وضعي في اتحاد الصناعات بشوف موقف جميع الصناعات الاخرى عامله ايه. النهارده الايدي مبتعشه، الايدي متوقفه. انا كمصري بقول حطوا القوانين اللي انتوا عايزين تعملوها، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، كل ده مش هينفع اذا كنا هنفضل نشتغل بنفس الاليه الانسانيه اللي كانوا بيشتغلوا. يعني حسب ما شفنا في التقرير الناس قدامها 6 شهور علشان تحصل على التصاريح، مظبوط؟ ده انا بعتبر 6 شهور ده كلام نظري. كمان اقدر اجيب لك انا نفسي بشتغل في مشاريع باخد فيها 2 سنتين و1.5 سنة عشان اخد الطاقه. وبعدين ده يا فندم مشروع مبشر جدا، هينهض بالاقتصاد جدا، هيخلي استيرادنا من النفط يصل الى النصف تقريبا، هيضخ سولار، هيضخ غاز، هيضخ حاجات كتيره جدا لبلدنا ومهم جدا يعني، وكمان هيشغل ايدي عامله. ف يعني دلوقتي من خلال رأي حضرتك احنا بننادي وبنؤكد على انه يا جماعة لو سمحتوا تغيروا الآليات والناس اللي بتقوم بتنفيذ آليات القوانين الخاصة بالاستثمار، علشان هذه المشاريع المبشرة تجد طريقها للنور ويبقى في وقت قصير الناس تحس بيه على الارض. شكرا للدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنه الطاقه باتحاد الصناعات. النهارده احنا لسه مع ازمه انابيب البوتاجاز، يا ترى الناس شايفه الموضوع ازاي؟ يعني الناس بتعاني والفيسبوك مليان وكل القرى في قرى كتيره قوي وكاتبين اسمائها وبيطالبونا وبيناشدونا، ارجوكم قولوا اسامي الاماكن بتاعتنا على قد ما نقدر. هنحاول ان احنا ننقل الصوره وبشكل موضوعي كامل زي ما عودناكم في النهار اليوم. خلينا نتعرف اكتر على شكل الازمه من خلال مراسلينا في المحافظات، نشوف كده هيقولوا لنا ايه. معانا مين معانا؟ نسمه محمود. طيب قبل ما المراسلين يجهزوا خلينا نشوف الناس شايفه الازمه ازاي ونرجع مع مراسليننا. الانبوبه النهارده وصلت 50 جنيه الانبوبه، ومش لاقيينها كمان، بقالنا 3-4 ايام ما عنديش غاز. الانبوبه وصلت النهارده ل 120 جنيه اللي هي الانبوبه الكبيره، الصغيره ب 80 جنيه ومش موجوده، وعشان تجيبيها تروح المخزن في القطاميه. يعني احنا هنا في المهندسين عشان اروح اجيبها بروح القطاميه، اجيبها من القطاميه وارجع بيها تاني. شوفي بقى هي بتكلفني كام، وكل تكلمي حد يقول لك مفيش. في انابيب، بس هو سوء الاحوال الجويه بس هو اللي عامل كده، خلي بالك. بس هو مجرد ما الجو هيظبط الدنيا هتشتغل تاني. بقى لنا 5 ايام على الازمه دي، بتيجي تملي في ال3-4 شهور اللي هم بتوع الشتاء دول. عندنا بالنسبه للارياف في مدينه المحله، واخد بالك، الانبوبه بتوصل هناك برضو ل50 و60 جنيه، لان طبعا ما دخلش الغاز الطبيعي موجود هناك. الاول كانوا بيعدوا علينا بقى لهم اسبوع بالظبط ما بيعدوش، من الساعه 7 قاعده زي ما انا كده، ويقول لي ما فيش، هتيجي مش هتيجي، وقاعدين زي ما احنا. يعدوا علينا في الشارع يقولوا لنا ب40 وب50 جنيه الانبوبه، حاجه صعبه يعني. تقفلنا انابيب عشان تتوزع، مفيش انابيب خالص، ما بتجيش انابيب خالص. يعني كانت العربيات بتيجي كل يوم، دلوقتي بتقعد يعني 4-5 ايام على ما بتيجي مره، مش هتقضي طبعا النسبه دي كلها. في ازمه في الانابيب اليومين دولت، لدرجه ان الانبوبه وصلت 60 جنيه و65 جنيه وهي اصلا من منبعها مش عارف كام. بيخش واحد يشيل بال50-60 انبوبه ويطلع بره ياخدها من جوه، يعني بفرق الباب. ما احنا عارفين الناس هتقول ايه، متوقعين الناس هتقول ايه. قبل ما اتوجه لمراسلنا محمد عوف من الغربيه، بس يعني جالي نداء ويعني استغاثه. الناس بتقول انه في خط ساخن عملته شركه اسمها شركه بوتاجازكو تبع وزاره البترول. الخط الساخن ده 19/4/92 يقوم بتوصيل الانبوبه لحد منزلك خلال 48 ساعه، ولكن هياخدوا 13 جنيه زياده عن سعر الانبوبه. ده شيء رائع، لكن الحقيقه انه الناس بتتصل بالخط ده يا ما بيردوش، يا اما بيردوا وبيقولوا طيب هنوصل وبياخدوا العنوان، لكن مفيش حد بيوصله اي حاجه. يا ريت عندنا في اسره الاعداد ياخدوا كده الخط الساخن ويتصلوا بيه لغايه اما نكلم المراسل 19/4/92 ونشوف ايه الحكايه. معانا محمد عوف من الغربيه. مساء الخير يا محمد. نور. محمد، الوضع عندك ازاي في الغربيه؟ ايه القرى، اكتر القرى الموجوده في الغربيه اللي بتشتكي من ازمه انابيب البوتاجاز؟ يعني اؤكد لحضرتك انه الوضع في الغربيه شانه شان باقي المحافظات. هناك ازمه في يعني اسطوانات الغاز. الازمه يعني تتفاقم اكثر في القرى بعيدا عن المدن. المدن خصوصا مدينه طنطا او مدينه المحله الكبرى بها غاز طبيعي، فبالتالي المواطنون هناك لا يعانون من هذه الازمه، لكن الازمه بتنحصر اكثر في القرى، خصوصا قرى مركز كفر الزيات وبسيون وخطور. كفر الزيات وايه؟ معلش قولهم شويه شويه خلي الناس تبقى عارفه. كفر الزيات، قرى كفر الزيات وبسيون وخطور وزفته، وايضا بعض القرى في مركز طنطا منها قريه اخنواي. هناك بعض القرى الاهالي يتعاملون من خلال جمعيات وتوزيع بنات، لكن القرى الاخرى بيتعاملوا من خلال الجمعيات. ازاي محمد؟ يعني الجمعيات بتتعامل معهم من خلال توزيع بونات على المواطنين الذي يحتاج اسطوانه غاز، يتم التوجه للجمعيه وهي التي تتولى صرف البونات، وبالتالي يعني هي التي تتعامل مع مستودعات الغاز، ولا يعني بالتالي لا توجد مشكله في هذا الامر في بعض القرى، لكن غالبيه القرى لا تتعامل بنظام الجمعيات، وبالتالي هم الاهالي يتوجهون مباشره الى المستودعات ويعانون معاناه شديده من اجل الحصول على اسطوانات الغاز في القرى على وجه الخصوص، لان طبعا القرى ليست بها غاز طبيعي، فبالتالي كل الاحتياج السبونات الغاز يكون اكثر في القرى وبالتالي يعني المشكله تزيد اكثر في القرى لهذا السبب. طيب شكرا محمد، كان معنا في الغربيه بيرصد لنا الوضع. ننتقل الان الى يسري محمد في بورسعيد ومدن القناه. مساء الخير يسري. مساء الخير. نقل لنا الوضع عندك، ايه اللي رصدته؟ يعني الوضع يعني في الاسماعيليه تحديدا لا توجد ازمه داخل المدينه ملحوظه بشكل كبير، لكن الازمه بتزداد في القطاع الريفي من المحافظه. يعني اليوم تم اقتحام الوحده المحليه لمركز ابو صوير يعني شمال شرق مدينه الاسماعيليه بسبب ازمه البوتاجاز. تم اقتحامها من قبل الاهالي يعني؟ بالفعل يعني الاهالي اقتحموا. هيعملوا ايه؟ اقتحموها احتجاجا على نقص اسطوانات البوتاجاز، وتم يعني حصولهم على وعود من جانب المسؤولين بانهاء الازمه قريبا. لكن داخل مدينه الاسماعيليه والمناطق الحضريه لا تكاد ان تكون هذه الازمه ملحوظه. اما في بورسعيد فاغلب منازل مدينه بورسعيد يعني تقريبا حوالي 95% من المنازل هي تعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي ليس لديها اي مشكله. اما بالنسبه للسويس فيوجد مصنعان لاسطوانات البوتاجاز داخل مدينه السويس، لهذا لا تشعر المدينه باي مشكلات او اي نقص في اسطوانات البوتاجاز. حتى يعني في مدن شمال سيناء لا توجد ازمه يعني حسب عدد كبير من المواطنين. محمد يسري عفوا، انا عايز اعرف الانابيب وصلت لحد سعر كام؟ يعني الانابيب في القطاع في الضواحي تحديدا الذي يتواجد فيه الازمه وصلت حوالي ما بين 40 ل 60 جنيه. طيب شكرا ليك يسري محمد، كان معانا من بورسعيد ومدن القناه. نسمه محمود من اسكندريه، تحياتنا ليك يا نسمه. اهلا وسهلا نسمه. قولي لنا نسمه ولا بسمه؟ بسمه. بسمه بسمه قولي لنا ايه اسماء القرى اللي بتعاني من ازمه وايه اسباب الازمه في محافظه اسكندريه؟ في اسكندريه هنقدر نقول ان الازمه منحصره على المناطق النائيه، يعني زي مثلا ابيس من 1 ل10، منطقه عبد القادر، منطقه العمريه تحديدا، برج العرب، النصريه. هذه المناطق اللي يعني نقدر نقول عليها عشوائيه متطرفه بعيدا عن المناطق الراقيه، تمام. دي اللي ما دخلناهاش لحد الان، لم يتم العمل ليها توصيل الغاز الطبيعي. طيب. لو هنقول ان المشكله يعني هنقدر ان المشكله في اسكندريه بتقدر بكام، هنقول يعني هي بنسبه 50% بس من المشكله، يعني المشكله مش كبيره جدا عندنا في اسكندريه. طيب سعر الانبوبه وصل كام يا بسمه؟ سعر الانبوبه بيتراوح يعني من 20 لحد 70 على حسب الوقت. تمام. يعني هي سعر الانبوبه في بعض المناطق وصل ل 70 جنيه. طيب دلوقتي الناس بتروح للمستودع مباشرة ولا بتتعامل مع تجار السوق السوداء اللي هم محتكرين الأمر كله؟ الأهالي بيتعاملوا، يعني اللي بيقدر يروح طبعا ياخد الأنبوبة من المستودع على أساس إن هي بتتباع هناك بسعر الجملة، اللي هي مثلا المفروض الأنبوبة في المستودع عاملة 8 جنيه 8 جنيه وبيضيف عليها 5 جنيه مصاريف توصيل، يعني الموضوع ما بيكملش 11 جنيه تقريبا. في انابيب اصلا في المستودع اصلا؟ بيبقى في انابيب وبيبقى في تكدس جامد جدا جدا من الاهالي في وقت الصبح، يعني من وقت 9 ومن وقت 8:30 علشان يعني بيقدروا ان هم يحصلوا على الانبوبه. اللي ما بيقدرش بقى يحصل على الانبوبه دي بيضطر يتعامل مع تجار السوق السوداء. تمام. طيب شوفوا، ما هو في حاجة برضو يعني بالمنطق وبالعقل، انه دلوقتي لما يتم ضخ انابيب للمستودع، انا بشكرك الاول يا نسمة محمود كانت معانا من اسكندرية، لما بيتم ضخ مجموعة من انابيب الغاز او البوتاجاز الى المستودع، من المفروض ان يتم توافر هذه الانابيب بشكل كبير جدا للناس، عشان لو راحت مباشرة تاخدها من المستودع. اللي بيحصل انه المستودع قبل ما بتوصلوا هذه الأنابيب بيكونوا تجار السوق السوداء أحكموا قبضتهم عليها علشان يشتغلوا شغلهم المعروف. يعني معنى كده أنه كمان في ناس من المستودعات، مش هنقول الكل عشان لا نعمم، أيضا متورطين في هذا الأمر، بيشتغلوا براني يعني زيهم زي تجار السوق السوداء. احنا مضطرين نقول ده، احنا قلنا لازم نكون موضوعيين ونواجه انفسنا وهنحاسب كل من هو مقصر في هذا الامر، لانه احنا ما نقدرش نيجي على الناس الغلابه. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. 2,200,000 عدد أسطوانات البوتاجاز التي ستضخ يومياً. هكذا أعلنت وزارة البترول والتموين رقم يكاد أن يحمل معه حل أزمة اصطحبها الشتاء عندما اشتد، و48 مصنعاً لتعبئة البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها. أنباء منذ بداية اليوم عن انتظام إمدادات البوتاجاز لجميع المحافظات بعدما عاش بعضها الأزمة، لكن الغربية لا تزال تعيشها لتشهد. قبل ما ناخد تعليقات رأيك بصوتك الفيسبوك، في مواطنين حابين يتواصلوا معانا على الهوا. معانا أدري من العمرانية. مساء الخير أدري. خير يا أستاذة. أدري قول لنا الوضع عندك إزاي في العمرانية، وسعر الأنبوبة بقى كام؟ قول لي. عندي المدام نزلت النهارده الفجر، بعد صلاة الفجر على طول وقفت في الطابور لحد الساعة 12، العربية ما جاتش. فاهم حضرتك؟ العصر الواد معدي بالعربيه غيرتها ب 60 جنيه ومنفسه ومش عارفين نعمل عليها حاجه، وادينا كده قاعدين اهوت. منفسه كمان؟ منفسه. الشيء الغريب بقى انا اساسا احنا حضرتك احنا ناس خضريه بنبيع لمطاعم الكفتجيه والكبابجيه، عندي اكتر من محل قافل. اكتر من محل. الشيء الغريب اللي انا عايز اقول لك عليه بقى حضرتك، احنا في منطقه داخل فيها الغاز الطبيعي. المواسير ركبت في البيوت وعاملين البوكسات تحت البيوت. وتروحي تقدمي بقى، لما تقدمي على الغاز الدفع كام حضرتك؟ كام؟ 1600 جنيه. ده للغاز الطبيعي؟ على الشقه الواحده. للشقه. انا البيت اهوت، خدت بالك ولادي واخواتي اللي قاعدين فيه في 4 شقق. هروح اقدم عايز لي 4000 و 6400 جنيه عشان اروح اقدم على ال4 شقق دول، ومفيش غاز دخل، ده لسه بس ايه المواسير ركبت اهي. وامتى المفروض وعدينكم الغاز هيدخل بعد تركيب المواسير دي؟ احنا سامعين ان لا بص يا استاذه احنا عندنا يعني انا شوف انا سامع من التقارير لا ده هي ازمه الجو والسفن والكلام دوت. طب واحنا مش عندنا ارصاد جويه عارفه ان الجو هيبقى فيه كذا 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 وشيء علمي بتطرحوه، ولا انت مش عارف الكلام دوت؟ ما انت بتذيع عن الاحوال الجويه كل يوم، الاحوال الجويه ليها دعوه بالسفن، ليها تيجي على المواطن البسيط. الست اللي بص حضرتك انت بتذيع في التقرير قدامك كده تشوف التروسيكلات اللي محمله الانابيب دي محمله منين؟ اللي هم بيبيعوا دول، لقوا الانبوبه ازاي؟ والمواطن اللي راح وقف من الفجر والستات اللي واقفه دي واقفه كده عشان ايه؟ هتروح تغير انبوبه ولا تعمل اكل ولا تعمل شرب ولا تعمل حاجه لما تقف من الفجر لحد الظهر وما تلاقيش. طبعا تعطيل لكل شيء. طبعا دول بقى اللي بيبيعوا التروسيكل. الراجل اللي شايل على البتاع البلاويطه ده شايل 4 انابيب، ده شيء مواطن مش لاقي انبوبه وواحد واخد 4 اهو. هو ده العدل؟ هو ده التاني دفع. ما هو التاني دفع بقى، ما هو تجار السوق السوداء هو ده شغلهم اليومين دول. شكرا ليك يا أدري. كان معانا من العمرانيه. معانا مين يا جماعه؟ عامر ابو زيد من سوهاج. مساء الخير. مساء الخير. قول لي يا عامر الوضع عندك ازاي في سوهاج؟ لا معاكي ابو زيان من المنيا. ابو زيان من المنيا، اهلا بيك. المنيا مغاربه بعروض. اهلا بيك حضرتك. بالنسبه لمشكله البوتاجازات دي يا ريت الناس المسؤوله تشتغل. ده عندنا قياده في البلد وعندنا ناس مسؤولين. ايه؟ مش سامعه معلش. بقول لحضرتك بالنسبه للناس المسؤولين، بالنسبه لانبوبه البوتاجاز دي، بالنسبه ترجع للدوله، بالنسبه يا ريت المسؤولين يتحركوا ويشتغلوا. ما هو في وعود حكوميه بحل الازمه في اقرب فرصه ممكنه، وخصوصا شوف منطقه الصعيد بالذات. احنا اتكلمنا مع وكيل وزاره التموين في سوهاج الاستاذ شمس الدين محمد يوسف، ووعد انه الازمه هتتحل خلال اسبوع على فكره ابو زين. طيب نشوف عامر ابو زيد من سوهاج. مساء الخير عامر. الو مساء الخير يا فندم. اتفضل يا عامر. والله حضرتك احنا يعني حاسين في يعني في تفرقه كبيره. الثوره قامت عشان العداله الاجتماعيه، حتى العداله الاجتماعيه حضرتك في الغاز مش متوفره. يعني الناس اللي عندها غاز طبيعي عايشين في جنه، والناس اللي ما عندهمش في الانابيب دول يعني سايبينهم لقدرهم. حضرتك احنا يقولوا لنا المشكله المصنع فيه عجز من الماده الخام، مره يقول لك المباحث التموين قابضه على جرار كامل قدام المصنع بيتباع في السوق السوداء. فاحنا يعني المواطن تعب يا استاذه. وبعدين حضرتك الانبوبه حضرتك المفترض اللي من الفرد ل3 بياخدوا انبوبه، واللي من 4 لاكثر بياخدوا انبوبتين. لا الفرد مكفياه واحده ولا ال4 مكفينه، بيخلصوا في اسبوع وفي اسبوعين. والله صدقيني بيخلصوا في اسبوع كمان. يعني الانابيب مضروبه كمان منفسه. يعني الانابيب بص حضرتك بتيجي وزنها خفيف، بتيجي مش مربوطه، بتيجي الصيانه بتاعتها مش مظبوطه، بتيجي فيها ميه. حضرتك الانابيب بتيجي فيها ميه، ده خطر جدا على فكره. شكرا ليك عامر ابو زيد من سوهاج. الحقيقه انا مش قادره، انا اسفه جدا، انا بعتذر لكل اللي عايزين يتواصلوا معانا على الهواء هاتفيا. انا محتاجه اني اشوف تعليقات الفيسبوك وهي كتيره جدا. هنقل اللي اقدر عليه خلال الفتره المتبقيه من الحلقه فاعذروني. هبدأ بأسماء محمد بتقول أنا من قرية المنشلين بكفر الشيخ، وعندنا أزمة كبيرة جدا في الأنابيب. السبب في كده أنه مفيش رقابة من قبل المسؤولين على اللي بيوزعوا الأنابيب، لدرجة جعلتهم بيبيعوا الأنابيب في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا. الناس بقى اللي زينا يطبخوا إزاي؟ يطبخوا على الفحم مثلا، ولا نرجع للعصر الحجري القديم؟ مصر بتستغيث وبتقول بقى في الآخر ايموشن بيشد في شعره. طيب عندنا إسلام عبد الجواد بيقول الفايدي، بيقول احنا في قرية الإصلاح منصورية جيزة بنواجه مشكلة شديدة في أزمة الأنابيب، وسبب المشكلة قلة المتابعة من الحكومة والشخص المسؤول عفوا عن توزيع الأنابيب المدعمة بيبيعها المزارع الدواجن ب80 جنيه. تخيلوا. محمد محمود حيدر، ممكن كوباية مية لو سمحتوا. أنا هنا في قرية صغيرة تابعة لكفر الشيخ، وبواجه مشكلة في الحصول على أنبوبة البوتاجاز، سعرها مرتفع جدا. الراجل اللي بيوزع الأنابيب بياخد قد حق الأنبوبة مرتين. وظهور السبب في أزمة الغاز هو الفساد، الأساس كله في الفساد. بتوع التموين اللي مش بيراقبوا عربيات التوزيع وأصحاب المستودعات. أنا بروح أحجز الأنبوبة قبلها بأسبوع، كل يوم بروح أسأل لحد ما أجيبها. غالبا أغلب الناس بيروحوا يجيبوها من السوق السوداء بسعر مرتفع، لأن هم عفوا مش لاقيين أنابيب متوفرة. أنا سمعت إن وزير التموين هيضيف الأنبوبة على بطاقة التموين. معلش أنا آسفة، أنا شرقت بس كوباية مية بيقولوا لي حالا. طيب يا رب يكون الكلام ده صحيح علشان يقضوا على السوق السوداء اللي مستغله الموضوع ده. طيب لغايه ما اشرب الميه، فاصل ونرجع. تعليق مع علي بتقول انا نفسي اشوف حاجه كويسه في مصر، للاسف انا زعلانه قوي. انا عايزه اقول لك يا مها دايما ما تبصيش لنص الكوب الفارغ، بصي للكوب النص الثاني المليان. احنا احسن من دول كتير قوي يا مها. في دول حوالينا مجاوره بؤر مشتعله، مفيش مؤسسات، مفيش خدمات، مفيش حاجه خالص. مها احنا كنا فين وبقينا فين؟ أكيد بنعدي بأزمات كتير جدا، لكن خطوة خطوة إن شاء الله الأمور هتتغير. تفائلي يا مها علي، والامور هتبقى ان شاء الله للاحسن. احنا كده حلقتنا خلصت. طبعا انا بعتذر لكل التعليقات اللي انا ما قلتهاش، لكن كلها بتدور في نفس الاطار والله، وان شاء الله تتحل، والوعود الحكوميه ان هي تتحقق ويحس بيها المواطن الغلبان على الارض. وكمان ده حتى سعر الغاز الطبيعي بقى سعر كبير جدا، والناس مش عارفه تعمل ايه بصراحه، ربنا معاهم. احنا بكره ان شاء الله هنتكلم عن موضوع ملف المصريين في ليبيا. الموضوع ده لازم نفتحه ما بين فترة والتانية، لأنه موضوع مهم جدا. إمتى هيتحل ملف استهداف المصريين في ليبيا يا جماعة؟ كيف ترى أحوال المصريين في ليبيا؟ طبعا أحوال ما تسرش. ما سبب أزمتهم من وجهة نظرك؟ تقصير الحكومة ولا سعي المواطن وراء لقمة العيش؟ وكمان متى ينتهي هذا المسلسل؟ مسلسل استهداف المصريين في ليبيا، يا إما بالخطف يا إما بالقتل، ومضطرين كتير جدا من المصريين إن هم يذهبوا إلى ليبيا بحثا عن لقمة العيش. طب لقمة العيش إيه يا جماعة؟ دي ليبيا أساسا من أكبر البؤر المشتعلة اللي موجودة حوالينا. طب نحل الموضوع ده إزاي؟ إن إحنا نقدر نحمي المصريين اللي خلاص راحوا وذهبوا إزاي؟ نرجع اللي اتخطفوا إزاي؟ العالقين على الحدود نعمل إيه؟ شايفين اقتراحاتكم حول هذا الملف الهام جدا إزاي؟ آرائكم واقتراحاتكم إن شاء الله بكرة هنستقبلها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برأيك بصوتك، وكمان تليفوناتكم على الهواء، وهنتكلم مع المسؤولين والمعنيين حول هذا الأمر. إذن المصريين وأحوالهم في ليبيا ومسلسل استهدافهم الذي يتكرر ما بين فترة وأخرى هو ده هيكون موضوعنا اللي هنتناوله بكرة إن شاء الله في رأيك بصوتك. نشوفكم غدا إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.